يعني انا ممكن اكون عارفه بقال معين او عارفه حته معينه، يجي يقول لي ايه انا جالي شويه سكر، ماشي انت جالك شويه سكر، فاقول له اديني ايه 6 كيلو. لا برضو ده يعني ده بقى برضو اللي احنا بنقوله ده برضو لازم بالعقل بقى برضو، ان احنا مفيش يعني نبطل حكايه تخزين في البيت عشان ممكن ما الاقيش. طب ما هو جارك او اختك او اخوك ما هو مش لاقي لان انت عمال تخزن. بس هي فكره التخزين دي بتيجي من كتر ما انا بنزل ادور وبقعد فتره طويله في بيتنا من غير سكر، فما بلاقي طب انا هجيب بقى واخلي. بس ده اللي بيخلي التجار يجي لهم بقى الجشع ده. ما الناس محتاجه فاعلي واخبي وكده. صح مظبوط. طيب وعايزه اقول كمان يعني معلش المواطنين يستحملوني شويه. نقلل استهلاكنا شويه. يعني اصلا السكر مش كويس. والله انا ما باخدش سكر، انا ماليش سكر، مش انا ما بشتريش سكر، وما عندنا في البيت عندي ما بنتعاملش مع السكر. بس انا بلاقي ناس يعني لغايه دلوقتي بياخدوا مثلا في كوبايه الشاي اربع معالق. دي كارثه. ليه انا يعني ما بحسش بغياب السكر غير لما بيبقى عندي ضيوف. يعني ايوه لما بيبقى عندي ضيف وبيطلب انه يشرب حاجه بسكر وفجاه الاقي ان ايه ده انا ما عنديش سكر، فتفاجئ بقى. يعني مثلا تشربوا ايه؟ نشرب قهوه زياده لو سمحت. ليه زياده؟ ليه ما هي سادة حلوه؟ يا ستي ابو 4 5 معالق سكر اللي انت بتقولي عليه ده كارثه. وبعدين في معلش حاجه كمان، يعني نقلل من عمايل الكيك في البيوت يا جماعه. مش معقوله. والله احنا من ايام كورونا الناس في كورونا كانت بتفتح الانترنت وتتعلم وتدرس، واحنا المصريين عملنا كيك. محدش عمل اي حاجه غير كيك. سكر اكسبرتس في الكيك، مع انه والله كيك استبدال السكر فيه بيطلع احلى. ايوه دي حقيقه. بس خليني برضو قبل ما نطلع فاصل ونبتدي حلقتنا اقول لك هارد لاك يا رشا جيت يا ابص ابيض والزمالك. البصه الحقيني يا البصه دي. الحقيني يا احنا فاصل وهنجري. بصي انا هقوم اجري دلوقتي. بتنكشني. انا قلت اقول لك بقى عشان امبارح كان مش راضيه تعدي الانترو على خير.